إذن للوقوف عند المشهد الفلسطيني في ظل الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة منذ 11 شهرا والعملية العسكرية المستمرة منذ أيام في الضفة الغربية، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين الكاتب والباحث السياسي عدنان الصباح. أستاذ عدنان، مرحبا بكم. يعني هجوم قوي موجع نفذته المقاومة الفلسطينية عند حاجز ترقوميا غربي الخليل جنوبي الضفة، قتل فيه 3 جنود صهاينة. أيضا هناك معارك متواصلة في جنين ومخيمها وسط حدث أمني وصفه الإعلام العبري بأنه صعب للغاية. سؤالي هنا أستاذ عدنان، هل أصبحت ساحة الضفة الغربية ساحة حرب موازية لقطاع غزة؟ حضرتك والمشاهدين الكرام، حياك الله أستاذ عدنان. من الصعب أن مقارنة الضفة الغربية بقطاع غزة من حيث الإمكانيات، ولكن من حيث أنها ساحة حرب، نعم هي ساحة حرب حقيقية وهي ساحة حرب منذ 3 سنوات، وهذا الاحتلال يحاول جاهدا القضاء على المقاومة في الضفة الغربية بكل السبل واستخدم كل الوسائل ولم يترك وسيلة، واجتاح المدن جميعا واجتاح المخيمات جميعا وتحديدا مناطق الشمال مرات ومرات ومرات منذ 3 سنوات، ويقوم بعمليات الاجتياح بعد معركة سيف القدس وحتى هذه اللحظة دون أن يتمكن من أن يخمد المقاومة، وبالعكس كلما كان يجتاح المدينة أو المخيم أو طول كرم أو نابلس أو طوباس كل مناطق الشمال كانت المقاومة تتصاعد أكثر فأكثر حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وهو يعتقد أن بإمكانه أن يعزل هذه المنطقة ويفعل فيها ما يشاء دون أن يتلقى عقوبات من مناطق أخرى كما حدث مع ترقوميا وحدث بالخليل واليوم وأمس، وسيجد الكثير من الأعمال المقاومة البطولية، لأن الشعب الفلسطيني يبات يعلم جيدا أن لا خيارات أمامه، كل الخيارات التي كان يعتقد البعض أن من الممكن الذهاب إليها أو الارتهان بها ذهبت أدراج الرياح، فلا المفاوضات جاءت بنتيجة ولا الاتفاقيات جاءت بنتيجة ولا التعاطي مع الولايات المتحدة جاء بنتيجة ولا أي شيء أتى للشعب الفلسطيني بنتيجة، كل ما حصل أننا انتقلنا من كارثة إلى كارثة أكبر منذ 93، في عام 93 قبل أوسلو كان عدد المغتصبين في الضفة الغربية لا يتجاوز 100,000 مغتصب. اليوم نحن لدينا مع القدس ما يقارب 1,000,000 مغتصب، هذه كارثة، عدد المغتصبات يزداد، قطعوا أوصال الضفة الغربية، حولوا الحياة الفلسطيني إلى جحيم، لا يوجد عمل ولا يوجد مصادر للرزق ولا يوجد تواصل ولا يوجد تجارة ولا يوجد زراعة، صادروا الأغوار وهي أهم مصدر زراعي للفلسطينيين، ويسيطرون ويحاولوا يسيطروا ويخططوا ليسيطروا على سائل مرج ابن عامر في جنين وهو سلة الخبز الفلسطيني، وطردوا وأنهوا كل التجمعات الرعوية في الأغوار ويمنعون التجارة أو تصبح مستحيلة بين مناطق الضفة الغربية وحتى الاستيراد من الخارج، كل هذه الأشكال والأشياء التي يقوم بها الاحتلال بما في ذلك الذي يفعله اليوم على أرض جنين. في نشرتكم نقلا عن بلدية جنين، 70% من طرق مدينة جنين دمر، المياه والكهرباء يعني تكاد تكون في مناطق معدومة أو المناطق البعيدة جدا وهي أيضا غير متواصلة، يعني تنقطع وتعود كما هو الحال أنا لدي، أنا أسكن بعيد عن المدينة ومع ذلك الكهرباء لا تدوم والإنترنت لا يدوم والاتصالات لا تدوم والمياه لا تدوم، كل شيء متقطع، والمواطن بيوت المواطنين تتعرض لقصف وإطلاق نار شديد، إطلاق نار بالشارع، قتل اليوم استشهد أحد المواطنين لأنه أصم ولم يستمع النداء الذي نادوا به عليه فأطلقوا النار عليه ثم داسوا عليه بعرباتهم على جسده، وأجبروا الرجال على الخروج من بيوتهم شبه عراء وضايقوا النساء وروعوا الأطفال، يعني الأعمال التي يكون ماذا يتوقعون من الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني لا يمكن له يوحد بين خياراتهم، تعلم خيارات بن غفير وسموتريتش، إما أن تخرجوا وإما أن تخنعوا وإما أن تموتوا، الشعب الفلسطيني يرى فيهم خيارات 3-1 هو الموت
لأن الخروج من الوطن موت، والخنوع أسوأ من الموت، والموت موت. فإذا كان لابد من الموت فعليك أن تختار أن تموت بأن يدفنك عدوك وأنت منحني في الأرض، أو أن تموت لعنان السماء. أستاذ عدنان، وهم الذين وضعوا هذه الخيارات على أي حال. الضفة الغربية تختلف عن قطاع غزة من حيث، على أقل تقدير، يعني من حيث تصنيع الأسلحة والذخائر وعدم وجود أنفاق في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك، الاحتلال يحكم سيطرته على الأرض ويحاصر المدن والمخيمات، ولكن مع ذلك قد فشل ويفشل الاحتلال في وقف عمليات المقاومة. ماذا تمتلك المقاومة في الضفة في مواجهة ترسانة العدو العسكرية أستاذ عدنان؟ بالتأكيد إمكانيات العسكرية للمقاومة في قطاع غزة لا تقارن على الإطلاق بها الضفة الغربية، ولكن لدى الضفة الغربية أسلحة مختلفة كليا ولكنها فتاكة. أولا، الاحتلال لا يستطيع أن يصنع أو أن يعين لكل مغتصب على أرض الضفة الغربية جب عسكري لحمايته، وهو لا يستطيع أن يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أي مكان يشاء إلا إذا قطع كل بيت عن بيت. المغتصبات موجودة على أرض الضفة الغربية. لماذا العمليات الأكثر نشاطا في الخليل، منطقة الخليل؟ لأن الأكثر كثافة الاستيطان في منطقة الخليل. ولذلك سترى أن أكثر العمليات وأكثر العمليات إيجاعا وإيلاما ووصولا إلى تحقيق نتائج هي في منطقة الخليل، لأن هناك عدد المغتصبات كبير، وبالتالي وعدد الفلسطينيين كبير. يعني الخليل ما أكبر مدينة في الضفة الغربية، عدد سكانها 500,000، وهي مدينة كبيرة ومدينة فاعلة ومدينة مؤثرة، وهي قادرة على فعل الكثير. بالتالي لدينا تضاريس الضفة الغربية مختلفة. ليست قطاع غزة يعني قطعة أرض منبسطة مفتوحة أمام الجميع. في الضفة الغربية في وديان، في جبال، في أحراش، في كثيرة هي تضاريس الضفة الغربية ومتنوعة ومختلفة. عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية كبير، وهم غير محشورين في منطقة صغيرة ومحدودة، لأن نحن 3.5 مليون في الضفة الغربية، 2.5 مليون في قطاع غزة، لكن 3.5 مليون يعيشون على 2.5 مليون وكذا كيلومتر. نعم. مش على 365 كيلومتر. لما بنقول شمال الضفة الغربية وتركيزهم على شمال الضفة الغربية لأنه الأقل استيطانا والأقل وجود المغتصبين فيه، شمال الضفة الغربية يشكل نصف مساحة الضفة الغربية، ومع ذلك يعيش فيه 20%. لذلك أطماعهم في شمال الضفة الغربية كبيرة، لأن به مناطق سهلية، مناطق زراعية خصبة كما هو الحال في الأغوار، ويريدون السيطرة عليه، وهو مرج بن عامر والسور الداخلية. وأيضا شمال الضفة الغربية علو الجبال وإشرافها على الأراضي الفلسطينية المحتلة 48، أنت ترى من جبال جنين، أنت ترى الشاطئ، من جبال جنين ترى الجليد بالواجهة، وهذا يدل خشية كبيرة بالنسبة لهم. ولذلك يسعون إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية لإضعافها، تحويلها إلى جيتوهات متفرقة ومختلفة، محاولة التعامل معها بوسائل وطرق مختلفة كما يجري الآن. يتعاملون مع شمال الضفة الغربية على قاعدة أنه غزة، ويتعاملون بشكل مختلف مع الوسط، ويتعاملون بشكل آخر مع الجنوب، يطلقون العنان في الجنوب والوسط للمغتصبين، سلحوا المغتصبين من كبير، 600 قطعة سلاح وزع على المغتصبين، وشكل فرقا شبه عسكرية منهم، وجعل وأطلق يدهم. فهم يسرقون، بالمناسبة يسرقون المواشي ويسرقون المزروعات، والذي لا يسرقوه يحرقوه، ويعتدون على ممتلكات المواطنين، ويروعون حياتهم ليلا ونهارا، لأن أعدادهم باتت كبيرة وليست قليلة. أقول لك 1,000,000 مستوطن، 1,000,000 مستوطن مغتصب مسلح، 1,000,000 يحميهم جيش، 1,000,000 بيديهم أسلحة وإمكانيات كثيرة، و1,000,000 لا يخافون من قانون يمنعهم من ارتكاب أي جريمة، لأن يمكن للمغتصب
أن يعتدي على أي فلسطيني ويقتله. طيب أستاذ عدنان، في أستثمر وجودكم هنا في بانوراما الرافدين، لو أتينا على موضوع أن نتنياهو توعد بالانتقام بعد العثور على جثث عدد من المحتجزين الإسرائيليين، يعني ماذا كان يتوقع نتنياهو بعد 11 شهرا من عرقلته لمفاوضات تبادل الأسرى؟ أنت سمعت نتنياهو بالتأكيد. نعم. الأبشع من توعده أنه يتحدث عن حماس على أنها قتلة وفظائع. نعم. يقول أعمال حماس فظائع، وكأنه لا يفعل شيئا ولا يرتكب جريمة ولا يرتكب مذبحة ولا يرتكب إبادة. ماذا ماذا كان يتوقع؟ أنت تقصف غزة ليل نهار، وأنت تستخدم كل وسائل وأدوات الموت ليل نهار، وأنت ترفض كل محاولة للاقتراب من صفقة، ترفضها بكل الأشكال. حتى اليوم رأيت كيف اشتعلت الحال لدى أسر الأسرى، وكيف تضاعفت، ويبدو أنها ذاهبة للعمل أكثر فأكثر أو للتطور أكثر فأكثر، خصوصا بعد انضمام الاستدروت اتحاد نقابات العمال العامة في دولة الاحتلال. وهذا يعني أن هناك جمهور كبير يرفض ما يفعله نتنياهو. اتفقنا أكثر من مرة، وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، وتذكر على لسان زعيمها الشهيد القائد إسماعيل هنيه، أننا وافقنا على المقترحات التي قدمت على ورقة باريس، وهذه تلك المقترحات كانت قد وضعتها أمريكا، بيرنز كان مشارك بصياغتها، وكان قد حصل على موافقة نتنياهو. حين أعلنت حماس عن الموافقة جن جنون نتنياهو، لا يريد، وتقدم بايدن بورقة باسم نتنياهو، قال هذه ورقة دولة الاحتلال، والمجلس الأمن أصدر بيان قال بنصه بما أن دولة الاحتلال وافقت على الصفقة والاتفاق. نعم. قال عنها وافقت بالنص مكتوب، وسمى الولايات المتحدة أنها وسيطا، وصدر قرار رسمي من المجلس الأمن، ومع ذلك لم يتقدم. كلما تقدم المفاوضون خطوة أو الوسطاء خطوة إلى الأمام، وضع نتنياهو عراقيلا في دولاب هذه التفاوض. هو الذي يقتلهم، هو الذي لا يريدهم أحياء أصلا. هو في هذه النقطة أستاذ عدنان، في هذه النقطة مقتل المحتجزين الواحد تلو الآخر، ألا يشكل ضغطا سياسيا على حكومة نتنياهو؟ أنا أقصد هنا بشأن المفاوضات طبعا. لا، لنكن واقعيين. نعم. واضح أن المعارضة كاذبة أولا، لأن هذه المعارضة لا تعلن أنها تريد وقف الحرب. هذه المعارضة تطلب من نتنياهو أن يعقد صفقة كذبا، هم يقولون ذلك علنا، اكذب، اتفق أنك بدك توقف الحرب، واتفق أنك بدك تطلع من فيلادلفيا، واطلع من فيلادلفيا، لكن نرجع، لن تستطيع حماس على رأي جالان الذي يصر على صفقة، يقول لنتنياهو لن تستطيع حماس خلال 42 يوم أن تعيد ترتيب نفسها. نتنياهو يقول لهم لا، 42 يوم يمكن حماس تهرب الأسرى خارج غزة، وبالتالي أنا ماذا أفعل؟ سأصبح يعني إذن هو لا يريدهم حتى أن تهربهم حماس، لا يريد أن يفاوض عليهم، لأن المفروض حتى لو تمكنت حماس من تهريبهم خارج غزة هذا حماية لهم، حماية جسدية لهم لأرواحهم. إذن أنت تريدهم أن يبقوا هنا، وتريد للمقتلة أن تتواصل، وتريد للمقتلة أن تستمر، بمعنى أنك تريد أن تتخلص منهم ولا تفاوض عليهم أصلا. وبالتالي هذا لا يضغط علي، لأنه اليوم الاستدروت خرج وأعلن عن إضراب ليوم واحد، البعض جزء شارك وجزء يعني أعلن أنه سيشارك بشكل رمزي بعض القطاعات. لا. ومدن شاركت ومدن حتى الآن لم تعلن عن المشاركة. بن غوريون المطار أعلن أنه سيشارك بشكل رمزي، بعض مدن حول التعليم تشارك بشكل رمزي. لم تصل المرحلة إلى حد ما طالب به باراك، وقف الدولة، إغلاق الدولة، قال باراك. لبيد كاذب، لأن لبيد وغانس
في مظاهرات الانقلاب القضائي أخرجوا مليون، مظاهرة من مليون، وتمكنوا من إسقاط الانقلاب القضائي، موضوع مشروع الانقلاب القضائي. نعم. واليوم يتحدث فقط أننا نريد أن نسقط هذه الحكومة، ثم لا يفعل شيئا. إذا الذي أخرج مليون بموضوع قضائي، واليوم هناك اشتعال وانضمام آخرين بسبب موضوع الأسرى، لماذا جمهورك يا سيد لبيد أندا وغانيتس وليبرمان وإيهود باراك؟ نعم أستاذ عبدالله. هؤلاء نعم. لا يجرؤون ولا يرغبون الآن أن يسقطوا حكومة بنيامين نتنياهو، لأنهم يوافقون على المشروع والشعارات التي يطرحها بنيامين نتنياهو. نعم أستاذ عدنان. وأن أنهم يريدونه هو أن يقوم بهذه الأعمال وأن يتحمل نعم. النتائج ويتحمل فشل 7 أكتوبر، وإذا ما ذهب وجاءوا هم إلى الحكم فسيصبحون مسؤولين عن واقع الحال، وهم لا يرغبون بذلك. عبر سكايب من جنين الكاتب والباحث السياسي عدنان الصباح، شكرا جزيلا لكم.